بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعزائي الغالين المتابعين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اذكروا الله جل جلاله في هذا اليوم، وعيدوا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وزيدوا من الصلاة على رسول الله في هذا اليوم الجمعة. ما أوصيكم يا حبايبي يا الغالين إلا بالتواصل والرحمة حق أهاليكم، عيايزكم، خالاتكم، أمهاتكم، اللي مساكن في المستشفى عينهم تشوف الباب، اللي في الدختر في المستشفى مرقدين والله يا عيونهم تطالع الباب، يطالع متى الدختر ياخذ عنهم ويتشيك عليهم ويطالع منه وياهم ليش مأجورين. لا تقصروا فيهم، لأن الدنيا دوارة. على ما قالوا الدنيا ولا الدهر الرداد، اليوم هم وباكر نحن، والشرع ما بغاوا يعقوب في الأيانية وفي الأميانية وفي الأن الله يرحمه توفه يفا، يا ليتني صرت له، يا ما صرت له مسك. هذا كان قلت وياه وشربت وياه، خالتك، عمتك، أخوك، حسيبك، نسيبك، اللي كوم عن أبوه، المعروف وين والعشرة وين والأخوة وين. عقب ما مات يا ليتني سرت له، ما شفت قمت يا ليت ما تبني بيت، منا في فرصة على خير، حتى لو بالتليفون حد عدالة فلان سلم عليك بعد خاطره بيسوي حلو. المهم أشكركم جزيل الشكر على انقطاع يوم. المهم يا غالين ما قصرتوا، ويزاكم الله خير، وفي ميزان حسناتكم شفاء الله إن شاء الله أمراضكم يا رب العالمين، وقضاء الله إن شاء الله ديونكم، وجمع إن شاء الله في هذا اليوم الجمعة شاملكم يا رب العالمين، وطول أعمالكم، ونجح إن شاء الله أولادكم وستر على أعراضكم، واللي ما عنده عيال عسى الله يفرج عليه يا رب العالمين، يعطي يا رب عيال يا رب العالمين، ويفرج عنا ويفرح إن شاء الله قلب أمه وقلب أبوه يا رب العالمين. أعزائي الغالي، هاليوم اللي انشغل فيه أنا الحين عندي مشروع جديد في الشارجة، ومش مشغول وياه يعني شغل بناء على طلب الجمهور، بس ما أقدر أقول لكم وين ما وين وشو هذا، بعدين تكون مفاجأة كبرى بوم حلوة تصير، لكن قبل تصور وهذا لا تحرق الفيلم. بناء على طلب في الشارجة عادل مسوي شيء عادل غير عن هذا اللي تشوفونه شيء جديد. المهم فانشغل ما يستوي، والله يا طويل العمر صراحة بدون مجاملة، واليوم الجمعة إن شاء الله ما كذبت، يا أنكم أنتم يا المتابعين من عبر هذه الشاشة الصغيرة أصبحتوا جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان، خارج حرية ولا غيره ولا أي مخلوق ثاني مشى في هذا الشغلة. يا أبوكم أنتم استويتوا حينه الأول والتالي أحسن من الجري، عندك ود عم، عندك أخو، عندك أخت، وعندك ومنا ولا تسمع ألو ما تسمع وين أنت؟ لا والله أنتم صبرتوا قرب، استوى البعيد أحسن من الجري، لي ولا لغيري. أحلى يومين انطر التليفون هذا منفذ بينطر بينضحك، وين طمنا عليه بسم الله عليه، لو يسون حليم البنات وما تقول وين يا دوتي. جزاكم الله خير الف خير، في ناس عندها اهل والله لا يدرون وين صار وين يا. لا والله ما بموت طبخه المجشع، عندي بعد طبخه ثانيه وحلوه وبتعجبكم ولذيذه، جيت بطبخها شفت الساعه 10 حسبت له ما بدي بس بعد بودي عيالي الصلاه بس اصلي الجمعه، لكن ان شاء الله وهم برجع بعد راس الخيمه معزوم على عرس عندهم الشحي في قاعه شمل، لكني بتواصل وياكم طبخه حلوه بطبخها في المزرعه على هدوء. هاك الطبخه بعدها تروحها بعد روحها واللي طبخه واللي مجشع راوني طرشوني خلق الله كلهم سووا المجشع قالوا حر على طريقه خالد حريه. بالعافيه عليكم، الا الطبخ الجاي بعد غاوي حلوه ما بقول شو عشان تشتاقون له، خوش طبخه بعد يا اسلا افكر فيها. قلت والله كل ابتكارات والابتكارات حلوه وتنفع، صدقون انتم نحن كل شيء اليوم كل حياه كذا.
اسمحوا لي عاد احبسك شوي المطبخ، بصوركم قليلا في المطبخ والبتواصل وياك. تسالون عن الشواء العماني، الشواء العماني متوفر. هذا الشواء، هذا الشواء العماني موجود عند سمير. مغراس شاي موجود، موجود عند سمير وموجود عند جمال في الدين. جمال تليفونه 0505472525. جمال في الديك نفس الشيء، الكمية موجودة عنده في الديك. اللي يسألون في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية ما يمكن انه الشارجة بعيدة، في الديك عند جمال موجود وعند سمير الشارجة موجود. وايب هاي الخضة عند الطبخة الجديدة، هاي الطبخة تريونية الجديدة، كارات حرية ناتج. ايش جالس فكر شغل بدلتو ويطلع اشياء حلوه وتفيل عمرك وتدل الوادم. هاي حدا طبخ جديد طبعا، هاي صورة الفريد وهاي الزربيان ان شاء الله. عقدة الزربيان قريبا قريبا بتنزل رسمي عندنا. الزربيان الاكلة العدنية، نعم قريبا ان شاء الله يعني. شفتوا ايه، وهذا لحم الجعدان. والحين براويكم كيف طريقة اللحم. اليوم عندنا عرس، اقرب قبل هاي دق على فوق، دق على هاي فوق. عدل 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 عدل. الحين بندخل داخل المطبخ شوية، شوفوا الحوار او القعود كيف سويته على الطاير. ليه نعم مستعد خلاص وحامق الصلاة الحين، بس عشان خاطركم تقول وينه. لا لكن طلعت من الحين لالف الليل بأذيكم أذية، بعوضكم مع اليومين أفو عليكم. شكرا يا الدكتور عبد الله العفاء. الحين جولة في المطبخ، يا ابدح ابدح ابدح. شكرا للدكتور عبد الله العفاسي من الكويت على التواصل المستمر، جزاك الله خير وسلم على العيال والأهل. الله شوف شوف أبوه هذا الحاشي، هذا القعود. يا الله الله يا هو قعود، الله يا هو قعود طالع. شفتوا هذه طريقته بالكركم والملح. هذا بعد الغوزي ابوه. الله اليمع 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 اليمع. ولايم 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 ولايم. نعم طبعا هذا الغوزي احب الزعفران. شفتوا حق طلبات يوم الجمعة، هاي طبعا ودي هاي بعد وياه، لكن هني الوحش هو. ما شاء الله والصلاة على النبي محمد. هاي الحق الناس يطلبون طلب، يقول لك ابغى الذبيحه 4.5 كيلو. اشوف الذبايح هذول. طلع ذبيحتين. ايه ذبيحتين. هذا حق الغوزي. اقطعوا 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 اقطعوا. كل ما هي تصغير الذبيحه كل ما هي على المشهود الغوزي. شكرا يا شكرا يا شكرا يا شكرا يا شكرا. ونحن على حسب طلب الجمهور. نعم طبعا اليوم حق عيمان هذا معاريس المهندس قوم المهندس. نعم العافية عليهم. متجه ان شاء الله الى راس الخيمة وخلكم يعني كل واحد وشغله. قواكم الله قواكم الله قواكم الله. نعم هذا كل من يوم الجمعة وشغله. مبروكين المعاريس مع عيمان ان شاء الله. الساعة كم قالوا؟ الساعة 8 ان شاء الله. الساعة 8 في قصر عيمان؟ بإذن الله. ان شاء الله. وهذا صلاح عبد الله الهويدي. محمد علي محمد المهندس عبد الله. نعم بالبركة عليكم يا وعبد الله يا صلاح.
بالبركه ان شاء الله، بالبركه ان شاء الله. هذا القعود والذباح كلها حق في قصر عيمان، ما قصرتوا على الدعوه وان شاء الله. وصلت العرس، وصلت راس الخيمه وناسه، راس الخيمه بهانس. لا تفكر بالماضي، عيش ومضى. هذا عرسنا، بالبركه عليك. الشيخ احمد بن صقر، 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 الشيخ احمد بن صقر،
بعد هذا الخنفروش من طريقة راس الخيمة. لازم هما الواحد مواطن، احنا نساعد المواطن. ليه احنا المواطن وياه؟ شوف العرب طبعا هاي سيارة تحركها بطريقة تقدم الخدمات بالأفراح. بابا كولو يا كولو 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 الجدر هذا اشوف ايه داخل. نخي اشوف شغل شلون. طبعا قنبوطة ان شاء الله ابويا نقدم قهوة شيء مميز. سويت معلوم شوفي بعد بالودة ها؟ بعد سمبوسة سمبوسة؟ ايه؟ وين؟ أشوفها سمع حتى السمبوسة أشوفها. سلام مرحبا مرحبا يا رباب. هذا منذر ما شاء الله زعلم. سلام مرحبا مرحبا يا رباب. هذا والحين نحن طول الله عمركم فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رجعنا من راس الخيمة الى عيمان في فندق قصر عيمان لين معرسنا بعد. ما يستوي لازم نأدي الولاء والطاعة له. ما يستوي هذا معرسنا بالبركة ان شاء الله. وهذا ابو المعرس هذا في فندق قصر هلا بعمه هلا بعمه كل ولا العم بعده. وهذا ضيوف نعم يا الساعه ولا يا ابن بعد فرقه وطقطقه ودقدقه شيء. وهنا عم هذا العرس وجلسه بعد على كيف نعم في طرب طرب يمني. الساعه كم هذا؟ خلي الجماعه يجون. الدعوه مفتوحه عامه مره. شوفوا ما شاء الله معرس وربعه. انا رحت راس الخيم ورديت عشان خاطركم. يا مرحبا نعم. يا مرحبا الساعة المباركة. يا مرحبا الساعة المباركة طبعا معرسنا برا هاي المعازي. هلا هلا وهذا فندق. الله شوف فندق قصر عيمان. العرس حتى البارجية تشوف وين ما صار البارجية يبتوه. يلا عاش حنان عاش حنان. يلا حنان هذا حطني سلامي حنان يرتب على والجو حلو ها. الجو اليوم اليوم الجو بارد والحبيب بعد هالمسوره. اهلا وسهلا الغالي جواك الله يعطيك العافيه ما قصرت بيض الله وجهك. نعم هاي الشيمه اللي فيك طول الله عمرك. نعم شوف ما عليك زود طول عمرك. شفتوا هذا حطينا الحين انا جبت اثنين ها. هذا الحوار ما شاء الله يا هالفندق قصر عيمان وقاعدين على القعده على برا اليوم. شفتوا ما شاء الله شفتوا هذا الحاشي الطريقه هذه ما شاء الله الحشو. شفتوا شفتوا في الجدر شبره وهذا الحيمات الشواكل والضلوع الطريقه هذه. يا ربي يا الله يا الحمد. شوفوا بالعافية عليهم. وهذا شوفي غوزي ايه خلاص اصور اول هذا حق
حق المشاهد. شفتوا يا الحبايب، احنا اختصاصنا الحاشي هذا اقربه ان شاء الله العافيه. الله شفتوا حلو وحليل تويسن صغيرة هي طالعوا الراس هي. هذا الغوزي، هذا الغوزي حق الفي اي بي طبعا وايد. شفتوا 4.5 كيلو. الله شفتوا الراس يا حلو. يلا ابوي غطوا 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 على الجو الغار. يلا ابوي افتحوا خلا اشوف هذا شو هذا. تعال 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 شو. الله شوف العجيب. يلا افتح افتح خلي الجمهور طالع المفاجأة. ابو الله ما شاء الله شفتوا. وبالعافية عليكم يا المعاريس انتم، بالعافية عليكم. والباقي خس. ما شوف ده ما شاء الله يدخن يدخن يدخن. الله هذا اللي زاد من القعود. بالعافية عليهم. وهاي الكبودة، الكبود سوينا حشوة. حنان طلع واحد لحم اشوف بيدك. انت لابس كلفس؟ ايه كلفس موجود. ايه شوفه قطع صغار. اي الله اي قطع قطع. شو 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 شو. يلا افتح صور هذا شوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. كولو 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 كولو. هاي الكبده. شفت اللحم؟ شوف لحم، اللحم شلون لحم. والله ما اعرفهم يوم الجاي. شفتوا طالع يبي 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 قرب قرب قرب. شفتوا تقول ارنب ضد احنا ان شاء الله. طالع طالع قرب 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 عشان طالع. ما شاء الله تقول ارنب. ايه قال وقف على مالك ولا عشرة من عمالك عشان صدقون صور. الله علي جا جا جا. كورة 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 كورة. يلا بابا ركب ركب ركب. ما شاء الله خدمات ما يحتاج بعد. ركض ركض يجي. يلا ركض 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 ركض. عندك الحين يحتاج بعد على شيء دقائق بس دقائق دقائق وياين. نعم والغوزي. والحلوين تعشون. وبالعافية عليكم الشعبي. كلكم البركة. الله. وحبايبنا هالعمان بعد جايين. والمدراء موجودين. يعطيكم الصحة والعافية. وبالعافية عليكم. بالعافية. وهذا السلام. هلا بال افا عليك يا ابو المعرس. هلا بالعافية بالعافية. لس اقول ترى بعد لس عندوك عقب العشاء طرب. ابو المعرس ما قصر. نعم محمد قصر.